اهلا بكم من جديد متابعي صباحات سودانيه في كل مكان. وصلنا معكم لهذه الفقره المميزه جدا ونحدث فيها حول الاعلام الشعبي نشره المجالس. اسعد جدا بترحيب بالممثل الدرامي المعروف محمد جلواك. مرحبا بك، صباح النور. صباح الخير يا اخي الله، وسعيد جدا اكون بيناتكم، ربنا يديكم الصحه والعافيه، وان شاء الله نقدم حلقه جميله ودي جلاله بالتعيد اللي جيت بيها. والله مقوي معك دراجلين حاجة توم جا معك ولا خليته؟ لا حاجة توم خليته يكون نايم زي ذي الناس كبروا يا أخي. إحنا شباب بس. جيت بركشة؟ لا ما بركشة، أنا الحقيقة بركب المواصلات وبعد ذاك يعني الركشة دي لما نكون صارفين قروشة. طيب بمناسبة الركشة دي بدون مقاطعة، شفت قاطعتها كيف؟ لا أنا مرات عندي الحاجات دي. كويس، قبل ما يعني نسهر كده وبتاع شنو أوريك الناس دي الظريفين يعني السودانيين دي عندهم حياة جميلة. فكنت بركب في المواصلات. في ناس شايفيني اقول يا استاذ اقول يا اخ تركب زي الناس المواصلات تركب امجاد، الله يلاقينا النكات دي فيها قروش ثقيله. اشتريت عربيه تعرف مال حرام اصلا بيكون. وقلت له الا قداري وعده شي استعمل رجلين اقول 11 خا يا اخو مرحبا بك، اهلا بكم، نورتنا والله كثير. وما زال الحديث حول الاعلام الشعبي بشكل كبير بشكل عام. طيب الصوره مؤثره جدا صح؟ تجو مضايق الحال؟ اه يا اخي بقول لي صلح الجلابيه وبتاع صلحتها كده سامحه؟ كده تمام يا جماعه؟ كده تمام 100%. انا جنون جن النظام المخرج ما شايفه، كان شايف مني الناس اصلي كده كويس 100%. نعود من جديد. طيب طيب نتكلم عن الاعلام الشعبي وتاثيره على قناعات المواطن البسيط. يمكن انت بتركب مواصلات بتحرك في الشارع برجلينك فمحتكه بالمواطن البسيط، الاعلام الشعبي ده بأثر عليه كده؟ الاعلام الشعبي والله مهم جدا بالمناسبه، وتاثيره بيكون اكبر حاجه في بيكون طبق يعني يعني تلقى الناس مثلا الناس اللي عندهم قروش والاسر الرستوراتيه دي بيتكلموا عن حاجات ما عندها علاقه مثلا بالناس الثانيين، مثلا الطبقات الوسطى والطبقات الفقيره. زي شنو مثلا؟ يعني مثلا بيتكلم لك يقول لك والله في بنك من البنوك دي يعني بنكي بعينه، هي خدماته سريعه اضافه لانه يعني بيحاولوا بقدر الامكان بيعملوا لك اوبشن عالي، فبالتالي لازم تخليك انجليزي عشان يقول لك عندهم قروش. يلا انت بتسمع من خلال الكلام ده طوال البنك ده بتكون بتعرفه تتحرك ليه. الطبقات الوسطى بيتكلموا لك مثلا عن الجوانب بتاعه مثلا الخدمات في المؤسسات، يقول لك ديل قول لي 5 دقائق انت هولك من ورقتك سريع سريع ديل مع سيجارات. نحن ديل ناس البسيطين طبعا ناس المواصلات يقول لك والله في مطعم بتاع قراص غاتل مطعم القراص انت تكون ما شفته بتمشي تاكل بكلام الزول ده. الاجمل من ده كله الزول اللي حكوا ليه وده بيحكي لناس ثانيين وهو ما اكل يقول لك مطعم غريب انت بتمشي تاكل وده ما اكل. فالاعلام الشعبي عنده تاثير كبير على المجتمع، اضافه لانه بيكون عندك ثقافه حتى وان كانت الثقافه دي ممكن تكون ايجابيه او سلبيه. طيب. لكن في النهايه بتاثر فيك مثقفا لاحظت لي ليه راكب ليش الشخصيه بتاعت فلسفه كده طيب جديده دي يا زول مكوي تراكلين ثقيله ما شاء الله عليك. طيب محمد ذكرت حاجه انه بتكون ثقافه. نعم. تكوين ثقافه من في الاعلام الشعبي من ثقافات مختلفة أو من طبقات مختلفة، ذكرت الطبقة اللي ممكن تكون غنية جدا عندها ألفاظ معينة والطبقات المختلفة، الأشياء دي بتتكون على أي أساس؟ بتتكون على اساس انه نحن اصلا ثقافتنا العامه كشعب سوداني بنعتمد اعتماد كلي على 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 النشاط الاجتماعي بتاعنا. فنشاطنا الاجتماعي هو اللي بيحدد بقدر الامكان انه يكون سلوكنا عامل كيف، انه يكون تعاملاتنا عامله كيف، انه حياتنا وترتيباتها تكون عامله كيف. فبالتالي اعتمادنا الكلي على تفاصيلنا بتاعه الكلام اللي ممكن يكون متداول ما بين الناس حسب اوساطهم وحسب طبقاتهم. مش ده ما معناها انه مثلا ما في صيغه مثلا في الاعلام سواء كان باوجه الثلاثة المرئيه والمسموع، لا لا، لكن بيلقوا المصداقيه اكثر في يعني بقول لك من راى ليس كمن سمع. صحيح. وبقول لك المجرب اسال مجرب ما تسال طبيب، الحاجات دي عندنا احنا كامثال ومش امثال ساي كماخذينها كمثل بل متبعينها كسلوك في حياتنا. وقع عليك لك ده نزلك ثاني يعني في الحقيقه لك اسئله صعبه ثاني اسئله قديمه وليه جلابيتك اشتريتها كم درت جدع. طيب على ذكر الجلابيه والاشياء المختلفه دي ثقافتنا دي. صحيح هي ثقافتنا لكن برضه بتاثر احيانا في الالفاظ ذات نفسها. يمكن في ناس يقول لك الشلابيه، في ناس يقول لك الجلابيه بالفاظ مختلفه جدا. الشلابيه هاي في ناس يقول الشلابيه دي ما سمعت بياني هاي ما اسمع بياني طبعا انا بقول لك جديده اسمع مني الناس الاطراف فين هذه الاطراف ما بكون سامع. طيب الاشياء برضو الثقافات في الأزياء بتدي طابع خاص في اللغة ذات نفسها وفي الألفاظ. صح.
شوف ال- 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 الأزياء دي يمكن يكون، وأنا آسف على الكلمة، فيها جهل كبير. جهل كبير بحساب الشغل. يعني مثلا الليلة أنتوا لابسين كل زول مختلف عن الثاني، وأنا أنا لابس جلابية. صحيح. تمام. اللبسة ممكن تكون جاية فيك أنت رهيبة وجميلة، وفي ناس بيقول لك ما شاء الله يا أخي عنده مذيع رهيب، بيقول لك القميص البرتغالي ده ولا دي فانيلا، طبعا تيشيرت البرتغالي ده عامل عمايل، جلواك الليلة متجدع بالجلابية. إذا بدلنا الأزياء مع بعض ممكن تكون شترة. تمام. الحاجة اللي بتعجبك عند الناس التانين ممكن ما تجي معاك أنت، والحاجة اللي أنت بتاكلها وحلوة عندك أنت عند الناس التانين ما مستساغة. هو الإعلام الشعبي بأثر جدا فيها، أثر في الكلام ده، بيقول لك يا زول يا أخي ده مدرب، والله يلا الفنانة بتاعت مازن حاجة مبارك، قاتلة. صحيح. يلا فنانة مازن دي أنا ما بتجي مثلا ما بتجي معايا أنا في حياتي، أو في لوني، أو في صحيح. مثلا شكلي، أو في التفاصيل بتاعت المورفولوجية. لاحظت المورفولوجية؟ أيوة. إن شاء الله صحيح. بتجيب من وين تكلم؟ نحن أصلا ما من هنا، من الأطراف، نحن من الشلابة. الشلابية. الشلابية. طيب محمد، اختلاف الثقافة ولغة المجالس اليومية ممكن بتختلف مع نوع يعني المناسبة، الجو شتاء برد، الشارع نهار ليل. أيوة. الحاجات دي المصطلحات دي بتختلف كيف؟ بتختلف بحسابات. إنه مثلا أنا أقول لك حاجة، أنت الشتاء عنده ونسته، والصيف عنده ونسته، نحن ونستنا كلها مرتبطة بالجو. بعيدا عن الموضوع ده أطلع لك حبة وجي راجع تاني، أنا أكتر ضيف بشمه شفته بجيني في البيت وأتمنى إنه يمشي ولي انا ماشي، دي اسعد لحظه. ادور بتكلم لك عن الجو، في سخانه غريبه. بها بعد السخانه حتقول لي شنو ثاني؟ ما الموضوع انتهى، نشوف شنو ثاني. ده يلا ده تجيب بعدين بعين فوق كده وقع عليك. فالصيف ونسته دائما بتكون عندها علاقه مثلا بمتطلبات، مثلا الاكل بتاع الصيف عامل كيف، الشراب عامل كيف. انا ابوي الله يديه الصحه والعافيه صاحبي، انا بحيوه من هنا وبقول له كل سنه وانت طيب، ويعني مش ما لقيته لكن كل سنه طيب. حسابات انه كل يوم احنا بالنسبه لنا سنه طيب، يعني ده كسر شغل دايما. اي بس لو ترجع داير منه قروش الحقيقه. انت عارف داير منه قروش، بيجي بسلم عليه سلام مختلف. تمام. وير يا اخي واخبارك واولادك ان شاء الله تمام. هسه جايب لك كيف يا سيد، كيف يا سيد، يعني اديني قروشي. وبالتالي فمره قال لي انه بتلقى الواحد جايب لك سخينه العاديه الجميله دي، بيكون مقطع عيش بفوق وبتحت كسره، نحن بنسميها الغشوشه. صحيح. حسابات الشلابيه نفس الاطراف تحتك ملاحظ. فقال لي يقول لك تعرف السخانه دي ما ينفع فيها الا اكل زي ده، وما عنده غيره، فبالتالي برر لك بالسخانه بالحاجه دي. فالجو هو بيتحكم في مصطلحاتنا، بيتحكم في تفاصيلنا. زي ما قلت لك، نحن عندنا لغه وسطيه وعندنا لغه فوقيه وعندنا لغه عامه. اللغه العامه هي السائده على الوسط، وهو ما مش للاسف، لكن الشيء الملاحظ انه اللغه حاليا الشبابيه حتى بقت يتكلموا بها يعني اوساط كثيره ومؤهلات علميه مختلفه. يعني هسه نحن بعض الرئيس عاملين في هسه نحن مذيعين وده ممثل خطير وبتاع شنو، يوقفوا الكاميرات دي يعملوا لنا فاصل حنتكلم الحنك شنو يا انا يا حبه الخبر شنو الحنك. دايما نقول احنا كشباب ممكن يقولوها ناس يمكن بروفات، ممكن يقولوها ناس اطباء، ممكن اللي هم الزبده بتاعت لغه متداوله. هاي متداوله، فبقت في لغه عامه شبابيه. انا بحيي الشباب انه وصلوها للناس بثقافتهم بفهمهم بتاثيرهم على المجتمع. يلا بقت الفكره بتاعت الطباء. انا حاسس بنفسي متفلسف شديد الليله. لا واصل 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 اشوف شايف السوشيال ميديا وتاثيرها على المعرض شنو. انت عارف بقت الثقافه بتاعت الهامش اللي بيقولوا ده الناس هي المؤثر على الاوساط الثانيه، بمبرر واحد انه من المصداقيه والترابط ما بيناتهم كبير جدا خلى عندهم تاثير على المجتمع. نحن كاوساط ثانيه ما عندنا مصداقيه مع بعض، دائما بنتعامل على يعني احساس الانا، المصلحه، الفكره الجميله، الحياه زي دي. ما هو انا عشان اجي هنا استون فور الغنات الجميله بجي بشنو؟ بجي بفكره بتاعت انه عندي علاقه مثلا جميله مع الشباب هنا مازن صاحبي. لكن عندك مضمون تقدمه برضه. وقع عليك عنده حنك. عندي حنك عندي حاجه بقدمها، لكن هناك ما عندهم الكلام ده، بيقبلوك بكل تفاصيلك. صح. بيقولوا بس انا ما لو ما عندي موضوع ما بعرف اتفلسف بس كده وما ظهرت في التلفزيون وحياة طلب كباس ما يجيبني هنا. صح. لكن عشان جواك ظهر بتاعه عاملين فيها محتكين بيه شايف كل الليله عجبان. اضافه اضافه كبيره. طيب محمد، على ذكر الاعلام الشعبي، لو دخلنا الاسواق او المنتديات الشعبيه اللي بتكون موجوده بنلقى انه في تفاصيل كثيره جدا جميله جدا بتخص الاعلام الشعبي ذات نفسه. تمام. يعني لو دارين يسوقوا لك لحاجه تكلمنا عنها قبل، طلعوا لك حاجه جميله جدا وانت من غير ما انه تعرف تمشي تشيل الحاجه دي. صح. برضو في حاجه ثانيه اللي هم نلقى انه عندنا في البيوت السودانيه برضو في اعلام شعبي كده بكون حاصل يعني في البيت، والله يقول لك عرس ناس فلان كان حاجه مبالغه يعني. أيوة. كان حاجه جميله جدا الفنان كان فلان، انت ممكن تجيب الفنان ده ممكن ما يعجبك.
وممكن تطبق التفاصيل دي كلها ما تعجبك. الحته بتاعت القياسات في الاعلام الشعبي ذات نفسه، ما بين ده كويس ما بين ده جيد ما بين الحقيقه ذات نفسها، الحاجه دي بتلقاها برضو فيها فوارق في المجتمع. بتلقاها مثلا بتلقى جزء عنده علاقه بالنسوان مثلا، في جزء عنده علاقه بالرجال، في جزء عنده علاقه بالبنات شباب. في عنده علاقه بالاولاد، وقع عليك كل ناس حتى الاطفال يوصلوا مرحله زي دي. اديك نماذج مثلا النسوان اللي بيكونوا قاعدات في البيوت، الواحد في شقف بتاع المسلسلات، وبعدي ما شفت المسلسل قاتل في قناه كذا، دي ممكن المسلسل ما يتناسب مع تركيبتها النفسيه، لكن عشان الكلام ده قالته هي بتنقل لزول ثاني وتوصله ثاني. الرجال بيتكلموا دائما عن الناي مثلا، يا اخي في دكان بهنا رهيب يعني، في عنده جبنه قاتله، عايز نمشي عليه، والجبنه دي ممكن تكون فيها تسمم ذاته، لكن عشان ده قال لك انت الاطفال الشباب البنات الشباب باهتماماتهم زي ما قلت لك. المصداقيه بتجي في 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 حدود شنو؟ في حدود ثقتك انت بالاخر، وقع عليك. ودائما الزول اللي بيكون بيطلق الاعلام الشعبي ده هو زول بيكون مؤثر في المجتمع في المنطقه في اصلا، يا اما يكون زول ليدر او عمده او شيخ حله، او يكون زول عنده قروش بجد، يعني زول اللي عنده قروش بيكون كلمته مسموعه، يعني زول لك اللي عنده قروش يقترح، اللي ما عنده قروش ما يقترح، وقع عليك. يفضلوا الكرسي ويصلحوا الترابيزه والحاجات، في تليك تقيل حاصل وكلام زي ده مؤثر. ده لو قال لك مثلا والله الميدان ده حاسبه وفيه حفر، وهو يكون منجل شو حفر انت بتحس بيه، وقع عليك، لانه عنده قروش وكلام، ممكن يكون ما مستفيد منه حاجه. اضافه ممكن يكون زول كبير في السن للناس اللي بيقدسوا الناس الكبار والاعمامنا وخلاننا تحيا لهم من هنا، كويس. اخر حاجه بيكون عنده الزول اللي بيكون عنده زي ما تقول حلاوه اللسان ولطافته، نحن هسه كلامنا بيسمعوه، مش انا ظريف ولا بتاع، لا الوسط الدرامي الكوميدي تحديدا دائما بيكون ماسكين المجالس وضابين. طبعا نحن عندنا الكذب لازم يعني انت تحكي لي قصة، يعني أنا مثلا إذا حكوا لي عن اللغة أو قال لي يحكي عن اللغة ده، يا زول قعدنا وعملنا وحكي ليك أنت قعدت كيف ومازن عمل كيف وبتاع، وقالوا لي تلفت بجنبه وجلابتي يا زول عملت عمايل لما ده كله، طبعا كذب لكن عشان في صياغة درامي الكوميدي شغل نفسك، يلا بتلقوهم مشدوهين معاك كده ويعني شلابيتهم جاهزة. وقلت لك دائما الزول برضه عنده مواصفات، لما تجي تمشي يسوق لك لبضاعه محدده، الزول اللي بيسوق لك ده لازم يكون عنده علاقه بالمجال، سواء كان سمسار، سواء كان بتاع خدار، سواء كان بتاع دكان، سواء كان بتاع صرافه. الزول دائما لما نتكلم عن مجاله وهو يكون متخصص في الحاجه دي بيمتع وبيبدع، بيمتع وبيبدع وبكذب، وقع عليه بكذب كذب تقيل ليه، ما حاجه بتاعت ماركتينج، ما انا عشان اسوق كده بكون لازم اضيف لك حاجات زياده. طب انت ذكرت السماسرة، ايوه جلابيتك دي سمسار الليلة في السوق، سمسار بتاع عربات كمان. السماسرة دي اللي هو اكتر ناس ممكن يكون بيتحكموا في الاعلام الشعبي وشغل الاشاعات والحاجات دي، كيف يقدروا يصنعوا صناعة او يأثروا، يعني يقدروا يصنعوا حاجة تأثر ويعالجوا بها السوق ويقدروا يتحكموا في السوق اللي هم شغالين فيه، عربات بقى بيوت اي حاجة، يلا هم عندهم احتكت بهم السماسرة دي شديد، والله احتكت بهم شديد، احتكت بهم في حاجة انا حقولها يمكن يكون شويه كده فيها زي ما تقول بتعمل لنا اشكاليه، لكن من لا مونتاج بس قطع على مونتاج بقطع لك جزء منك، فكذا اشتري لي عربيه جاتني قروش كده تمام من وين انا مش عارف قوم يدير العربيه ما شاء الله كويس. فجيت لقيت ابنه قال لي يا اخي عربيه ريو، فقال لي دي زمان الكلام ده، في واحد دبل دوري ب 45 مليون ده بدري، دبل شنو دبل دوري، وفي واحد دوري واحد ب 35، فرق كم؟ 10,000. فسألت قلت لي ده بولدوري دي فيها شنو يعني مثلا؟ قال لي ما هو الدوري عمل ميت، قلت لي بس الدوري ده 10 مليون، وقع عليك. فانت بتجي كزول جاهل بالحاجه دي، قال لك ده بولدوري انت بتحس بانه العربيه دي ممكن بدون بنزين تتحرك، ما بغيروا لها زيت، ممكن يعني مثلا لو حصل لها حاجه في كمبيوتر بيتصلح برا ما فيها كونات ولقم وحاجه زي دي. يقول لك يا اخي يا زول هاي في سماسره بتاع الغبور، يقول لك غبر ناصية، يعني غبر ناصية الزول ده وبارد، يعني حيجيو هواء ولا شنو غبر ناصية يا اخي، انا داير متاهي انا غبر ناصية كده وبارد والحيطه جنبه وجنبه وجنبه عمود بتاع جنبه عمود بتاع في نور حاصل، يعني انت الزول ده ما يعني حيقرا ولا ممتحن هو وما عنده علاقه بالقصه. فدائما هم بيحاولوا بقدر الامكان يعتمدوا على حاجه واحده اللي هي الفكره بتاع طلاقه اللسان وتجميل الشيء المعين، ايوه بالعاميه كده حنكون سنين يعني بحنكك بحنك. طيب ليه نحن بنتلقى الحاجات دي من غير ما انه نعمل لها غربله كده نشوف الصحيح؟ انت ده بولدوري دي اشتريته؟ لا طبعا انا مزول وراني اشتريته مش لانه في لي عشان. طيب ما اشتريت لانك انت عملت الموضوع ده غربله كده وقسته
انا ما اشتريت لانه زور وراني، لكن لو ما وراني كنت اشتريتها. طيب ليه نحن بنتلقى الحاجات؟ بنتلقى لانه ما عندنا ثقافه وما عندنا خلفيات، والجهل بالحاجه هو اللي بيخليك تتلقى اي حاجه. يعني انت لما تكون جاهل بحاجه وما عندك عنها اي باك جراوند، باك جراوند والله ما رقصت، انا ما قصدت حليه لغايه الجنس، انت خليت الاطراف وجيت لين المدينه من حته نظيفه كده من هنا يجي لك. فشنو دائما الجهل بالحاجه هو اللي بيسبب لك يعني انك انت ممكن تتغشى، ممكن تتخدع، ممكن. ودائما الزول بيتعلم من اخطاء، بيتعلم بقروشه، وبيتعلم بتجاربه، وبيتعلم بالمآسي اللي ممكن مرت في حياته من خلال تجربه فاشله وكلام. انا مره مشينا لدوله من الدول لا داعي لذكر اسمها عشان ما تحصل لنا مشكله بلد هناك، فمشيت اهلي طبعا نظامنا اختربت كده، ما اختربت انا، مشيت كلها 15 يوم خلاص يا زول عامل فيها اختربت. فاهلي كلهم دارين طبعا، جيب لي ده قميص وجيب لي ده شنو، دي داير توب وجيب لي شنو، طبعا نظام مغتربين وكده. مريت لي شنطه فل من اقرب سوق الرخيص بس مليته تمام. وجيت لما جيت حوالي دسته بتاعت قمصان لقيتها ما فيها ظهر، ما في بس الواجهه دي سمحه، بس ركبوا لي الواجهه دي بتاع شنو، لانه انا جاهل بالقصه قلت خلاص ده قميص خطير وبتاع، رفعته ونجيت. فاذا كان فتحت الكيس ده وفريت اول قميص ما كنت اشتريه، فبالتالي القصة عندها علاقة بالعرض والطلب. طيبين وبنصدق؟ هي طيبتنا صراحة مأخوذة علينا، مأخوذة علينا، وأنا أتمنى طيبتنا ما نتنازل عنها. الطيبة اللي مأخذيننا عنها الناس أو الأجانب أو الناس، بقول لك السودانيين طيبين، السودانيين طيبين شديد، فطيبتنا مأخذيننا هي جهل وتخلف. فنحن طيبتنا حاجة بتاعت ما سزاجة هي، لكن نوايا حسنة. وقع عليك إنه نحن جينا هنا قاعدين البرنامج، ممكن تقول لي كلام انا اصدقه يعني ويكون كذب، وانت ماخذه كهزار وكلام من النوع ده. ممكن تتعامل معي على اساس انك انت توصل لي مفهوم محدد بانه انا زول كويس وكلام من النوع ده، وفي النهايه انت زول منافق، انا اصدقك وحسبي نفسي كلام من النوع ده وقع عليك. لكن الكلام ده بيجي من تراكمات تربويه عندنا نحن، ما تسويق للسودان او السودانيين. لكن يعني انا لو ما كنت يعني سوداني لتمنيت انا اكون سوداني. يا اخي كلمه خطيره كده، قفلت الحلقه عادي، انا عملت عمله صعبه دي برا الاعلام الشعبي، لانه لو ما سوداني بتمنى نكون كويس والله بجد. بجد لانه عندنا حاجه جميله لازمنا محتفظين بها، اللي هي البساطه في تعاملنا والطيبه بتاعتنا، الطيبه الجد ما الطيبه الماخوذه عننا. طيب في انطباع عن السودانيين، يعني ذكرت قبل بقول لك والله السودانيين طيبين، برضه في انطباع ثاني عن في الاعلام الشعبي نلقاه بقول لك والله السودانيين كسلانين، بقول لك والله ده برود انجليزي، ده عنف الماني، ده كده الاشياء دي برضه متأثرة جدا في الدول. انا اقول الكلام ده مسؤول عنه انا، يمكن البرود الانجليزي نوعا ما انتهى حاليا بتراكماتهم الكثيره بتاعت مواقفهم واحداثهم ومشاكلهم وعلاقاتهم مع الدول والحاجات زي دي. الالمان بنفسه بعد انتهت النازيه وهتلر والبلاوي اللي قريناها في التاريخ ديك، السودانيين لا زالوا محتفظين بالحاجه، وللاسف العاده دي ما متاصله فيهم، بده عملوا بها هنا في السودان فقط. يعني في السودان عندنا الكسل، الكسل والبرود كيف يعني بقدر الامكان دارين ننوم، دارين ننتهي نرتاح. يعني اقول لك هذا نرتاح يا زول، اول حاجه يعني احس زول نحن تصحى من النوم تعمل كده، اقرب زول سالك مازن نفسك في شنو؟ ارتاح حبه، انت قمت اسي شنو ارتاح حبه؟ وقع عليك بعدين يقول لك قيلت كيف؟ هاي قيلت كيف؟ يعني قيلت يعني شنو ريلاكس كده بتاع شنو؟ يعني مره يعني احنا عندنا حاجات مع اعتذار لكل الاغاني، في غنانا عندنا حاجات يقول لك المريود تعال لي، انت ما تمشي ليه؟ ليه؟ انت همشي للمريود ده؟ انت جربت تمشي ليه؟ مرتين قبل امبارح شكله طردوني فاهم؟ البلال تعال لي الحاجات زي دي. فعندنا كسل. وشوف السودانيين عشان ما تعرف انه المساله دي تعرف تماما انها ما متاصله فينا، لما نغترب برا نشتغل اشتغل شغل ما صح. في كلام انشط جاليه او انشط فئه يعني من الاعراق الموجوده في الدول المغتربين فيها، سواء كان في الخليج او كان في اوروبا، بتلقى السودانيين مشكورين بانهم نشيطين، مشكورين بانهم امنا، مشكورين بانهم هم بينجزوا عليك بتحرك تعتمد عليهم. ايوه كتير عندنا حاجه برضو ارتبطت بيني، يقول لك مواعيد سوداني حتى برا، يعني تمشي تقابل زول يقول لك يا اخي انا اجيك الساعه 12، يقول لك سوداني ولا هتجيني في مواعيدك. الحاجه دي برا على فكره برضو احنا متمسكين بها شديد، يعني حتى الاجانب اللي بيجونا هنا بنتعامل معاهم بقول لك ما يعني ما عاوزين زمن سوداني، زمن كده وقع عليك. طيب كيف نستخدم الاعلام الشعبي ده في التاثير على الاشياء زي دي بشكل ايجابي بعكس ما هي السلبيه؟ يعني طيب الإعلام الشعبي اتفقنا ثلاثة، ومعانا جزء كبير من الناس المتابعون قد يكون اتفقنا إنه مؤثر بالتجربة ومؤثر شديد،
طيب طالما هو مؤثر زي ما انت قلت بحقيقة على السؤال الجميل ده، انه المفروض انه نستخدم التأثير الإيجابي ده او نستخدم التأثير ده بشكل إيجابي. كيف؟ بثلاث حاجات. الحاجة الأولى انه نسوق للحاجة الكويسة، وقع عليك، نسوق للحاجة اللي ممكن تكون فيها إحياء للعادات والتقاليد اللي ممكن كانت متأصلة فينا، نسوق للحاجة اللي ممكن عندها علاقة بالأمن المجتمعي وعندها علاقة بالحياة السمحة، نسوق للحاجة بالشكل التخويفي، تخويفي من 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 حاجات فتكون حصلت لنا مؤخرا وللأسف يعني بقت موجودة، إن كانت جزء من الشواذ يعني الحكاية بتاعت الاختطافات، الاغتصاب بتاع الأطفال، المخدرات، الحياة زي دي، نسوق للناس عشان تكون الوقاية خير من العلاج. يعني يا جماعة صراحة في حتات كده انت تكذب، يعني كذبة بيضة كده، رغم انه ما في كذبة بيضة، ما في كلام زي ده، لكن انت في النهاية بيكون الغرض شريف يعني الغاية تبرر وسيلة. ممكن تكون في شيوخ بعد حيقول لك جلواك فافتلينا في دين. انا لا بس حوقف على جنبك، الله اعلم بس الله اعلم الله اعلم فقد افتى. وانك انت تسوق مثلا انه تقول لاولادك، لاولاد اختك، اولاد اخوك، اولاد الحله تحديدا، اخواننا قالوا لما تجي ماشي بالشارع الفلاني ده بيجوا ناس راكبين شنو كده ملسمين يختفوك ثاني ما بيلقوك وبتاع شنو. قد يكون الكلام ده ما حصل، لكن عشان هو ذاته يعمل خزر كده كيرفولي. كيرفول كفايه انجليزي يا خلي لي جدعتي جدي انا فريت فرش اذا غلط من رايك لي برا النص. بالمناسبه ما تسويق لي اس 24، لكن في ناس ما شاعرين بالكلام ده، قد يكون اول ضيف قال الكلام ده. بنمشي الغنوات دائما يعني بتكون قاعدين مع الاضاءه والحياه زي دي، يا اخي نحن بنسخن سخانه لنتعب تعب شديد خلاص يا اخي. انتوا بالمناسبه جميلين خلاص مرتبين، انا بالمناسبه لو بعد الفاصل نحن نملكهم هنا يا اخي رهيبين ما شاء الله مرتبين. ها اي مرتبين رطوبه. طيب ما نخليه اللي نسمع حاجه الحاجه التوم. احنا طبعا قال لنا في الكنترول حاول نلملم اطراف الموضوع، لان انت بحرت بينا بحور شديد. انا مشيت مشي يعني زحت لنا زحت الريوت ظاهره. لا انا مشيت ليه، ما قال لي حاجه كده الحاجه التوم قبل ما نطلع حاجه التوم دي اخر حاجه. خلينا اربطها بالموضوع كده بالله التوم، ادينا رساله عن العالم الشعبي. طيب طبعا عنده كاركتر محدد، انا ما اعرف رغم انه اشتغلته كثير هنا ما شاء الله ما قدرت ما بيجي بيجي في السخانه هو حي بحوش. اجيك اجيك في طوالي لا حصل لي جيتك كيف انا مظاهر كيف في الغناء لاحظوا لي في الشاشه شوفوا اولت بالتبادي. الواحد يقول لكل الناس اللي بيتكلموا عن الفكره بتاعت الاعلام الشعبي بيقول لك دي اشاعات، ما في اي شيء اشاعات، الكلام ده حاصل، والناس اللي بيقولوا الكلام ده يبدو انهم هم عارفين وعندهم الخلفيه عن الذي يحدث. ولذلك الناس المفروض مما تاكل لا فول وتنوم وتصحى بعد ذاك تشوف شغلتها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الكلام ده ما عنده علاقه بالفول. فطرت اللي بده فول؟ لا لا انا حاشي اللي في العربيه لسه. كرواسون ولا كرواسون شنو يا فول؟ قال لك كرواسون فول؟ كيرفول كده ها؟ كيرفول كرواسون مكرفل. فيا اخي التحيه من هنا للاستاذ ابو كري فيصل يعني اي حاجه توم برضه والله فبتبقى لي كده شينا براي يعني لانه ارتبط لانه انتوا ما حتطردوني والوحيد اللي حيطرد انت سيد بيت اطلع برا. شكرا لك يا محمد جلواكي. شكرا تسلموا كثير، نورتنا الليله وطفت لنا جو في صباحات سودانيه. يا خلي يديكم العافيه، وانا سعدت بكم جدا ومبسوط على اللقاء بالغايه ده، وجميل انه يعني الناس ما كانت مكتفه، كنا قاعدين بنتونا زي ما تقول في ليستيك او طلعنا اشاعات سمحه كده حلوه. تكلمنا بالانجليزي. تحيه خاصه للبيت الكبير مجموعه همبريبه الكوميديا ولكل الفرق والجماعات ولقبيله المسرحيين والدراميين كلهم بشكل عام وللاعلام، وشكرا جميلا للمره الثانيه، وساظل اقول للسوداني 24 اللي اتاحت فرصه كبيره للدراما والدراميين انهم يظهروا بشكل مختلف، وكثر خيركم كثير. مراسلكم محمد جلواك. جلواك محطط باصرينا بعد تفضلوا الاشاره جاتكم. شكرا لك يا شكرا. دي كانت فقرتنا مع محمد جلواك الليله، كان فيها طابع كوميدي وكذا. نزلوا عن الجلابيه بعد الفاصل عشان ما يعمل لنا اعلانات ودعايات. نطلع فاصل. يا رمح منه الله في بالك انه رمح ده. نطلع فاصل عمار جلواك نشوف موضوع رمح ده بعد الفاصل. تيشيرت ده عاجبني انا غير نمشي الفاصل. طيب نطلع فاصل نرجع لكم ثاني.